شهد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية حفل ختام دور ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2023-2024، وذلك على استاد البحرين الوطني والذي توج فيه سموه فريق نادي الخالدية بطلا للمسابقة للموسم الثاني على التوالي. وبهذه المناسبة بارك سمو الشيخ خالد بن حمد لنادي الخالدية برئاسة السيد محمود جناحي وكافة أعضاء مجلس الإدارة واللاعبين والجهازين الفني والإداري وجماهير النادي، مشيدا بالأداء الذي قدمه الخالدية على امتداد مسابقة الدوري ليخطف اللقب بجدارة قبل عدة جولات من النهاية، وهو ما يعكس جودة العمل الإداري والفني داخل النادي ومجهودات اللاعبين وعطاءاتهم المتميزة. وأكد سموه أن فوز الخالدية باللقب للموسم الثاني على التوالي يعكس ما يتمتع به النادي من نهج إداري سليم وعمل فني كبير، متمنيا للنادي المزيد من التوفيق. كما نوه سموه بالجهود التي بذلتها سائر الأندية الوطنية المشاركة، متمنيا لها حظا أوفر في النسخ المقبلة من الدوري. ونوه سمو الشيخ خالد بن حمد بالتنظيم الرائع للمسابقة من قبل الاتحاد البحريني لكرة القدم وجهود كافة الطواقم الإدارية والفنية والشركات الراعية ووسائل الإعلام، متطلعا سموه لأن يتحقق النجاح بصورة مضاعفة في الموسم المقبل بما يسهم في تطور الكرة البحرينية، متمنيا سموه للاتحاد وسائر الأندية الوطنية المزيد من التقدم والنجاح.